بسم الله ما شاء الله. هذيلا فحول صغار، خليه مع بعض. أربعة كان ستة سبعة، تقليل العشرة خليه مع بعض. طبعا هذه الطريقة الشباب كانوا يعارضون عليها، يقولون المفروض ترميهم للفحول. بالعكس أنا أخليهم أنقي منهم كل فترة. شوفها هذيلا بقى أربعة منهم، في واحد تعبانة رجله يبارني بعدين. بس شوفوا الالوان هذه، بكره ما اقدر احصلها. يعني دائما الشباب ينتقدون، يقول ليش تخلي لابس كمام؟ بس لانه يقولون مزعج للدجاج. صحيح ما اقول لكم مو مزعج، مزعج، بس اذا مو انا اللي حافظ على الفحول ما اقدر تحصلهم كل مره. شوف ها هذه بنفس الطريقه وهذا نفس الطريقه، يعني لازم تحافظ على الفحول.